هنعمل فتت شاورما ان شاء الله. اوكي. وبعدين هنحلي بحاجه اسمها ليالي لبنان. يبقى فتت شاورما وهنحلي بليالي لبنان. اوكي كده. طب مقادير بقى اول حاجه للرز. نعمل الرز الاول. هناخد حبه بصل صغيرين مع سن الثوم، هنشوحهم مع حبه زيت، وبعدين نضيف الرز مع الميه ونبهرهم بقى بالكركم والبهارات بتاعتنا. اوكي خلاص حلو قوي. يبقى احنا نعمله اول رز اصفر. يعني هي رشا بتعمل الفته بس بطريقه بقى ايه يعني مختلفه شويه. اللحمه الراسه كلها مختلفه صح. وبعدين نضيف. طيب اول حاجه عايزه الزيت صح كده. كفايه كده. وحطي لي برده زيت هنا عشان اللحمه، ناخد الاثنين في وقت واحد. خلاص عشان ايه ننجزها. وهنعمل الشاورما تبقى فته جاهزه وسريعه. وهنا في برده البهارات اهم. خلاص. وهنا برده معانا معالق علشان ايه الثوم والحاجات دي. اعمل الاول خد حبه بصل صغيرين هنا. اوكي. وعايزه حته ثومه صغيره. ايوه حته ثومه. واحط الكركم ولا في الاخر؟ هتشوحي الاول ده. بعدين احط ميه شويه ميه. اوكي اهي. ممكن حبه ثوم كمان اهو. الون بقى بيه. اوكي الميه. تمام. هنحط بقى كركم. احنا اوبن اير. ايوه كله هيطير. انا كده كده لابسه لون الكركم فمش مشكله. حبه بهارات صغيرين. اوكي دي بقى البهارات الميكس بتاعت كله. اوكي تمام. عايزه ملح بقى. أيوة. ملح وفلفل اهو. نحط بقى كده. اوكي هنا وفلفل كتير. وانا هديهم رش صح كده. ايوه ممكن حبه كمون صغيره. وادي الكمون حبه صغيرين خالص. الطبيخ بقى حبيتيه ازاي بقى يا رشا؟ الطبيخ حبيته الاول من لما كنت بتفرج على البرامج في التلفزيون. حبيت الطبيخ. وكان فيه بس مش عارفه اقول اسامي ولا مفيش. كان فيه في احد القنوات كده برضو حد بيطبخ كويس جدا. حلو قوي. مش في مصر. ايوه اوكي برضو حبيته. بقيت انفذ اللي خلاني احب الطبيخ. وتجربي ويطلع بقى. اكتب وانزل اعمل. لا بس يعني مش كده. حلوة اتبسط بيها قوي. مش كده. انا بتهبل بروح اتهبل واجي اقول لا انا ورا وقلم. الخبره بعد الخبره عشان ما باجيش غير لما لازم ابقى جايب الورق والقلم بتوعي صح. الولاد بيخلطني. احط بقى البصل اهو. ونحط الثوم كده. اوكي ولا اقل؟ حطي. لا الثوم حلو. الثوم حلو يا جماعه. طبعا اولا الثوم مفيد كمان جدا. يلا نتبل. لونها جميلة جدا جدا. نتبل. يلا احط بقى رشة البهارات الميكس. وبعدين بقى ملح. خليكي سخية في البهارات شوية. اهم انا عايزة ابهر بقى. البهارات نفسها بقى دي بتبقى كل حاجة. ابهر كبابة صيني ومستكة ورق لورا. كده. برضه عايزة اديكي معلومة. اوكي. دايما الملح خليه مع اللحمة بالاخص في اخر حاجة. اخر حاجة. اوكي. عشان تستوي منك بسرعة. عندنا قرفة؟ في قرفة. لو في قرفة حطي سنة. رشة قرفة. اوكي. يلا بينا. في برضو معلومة عايزة اقولها لكل يعني اللي بيحبوا المطبخ. الحلوين اللي بيحبوا المطبخ. الخل. لو انا بعمل مثلا اي حاجه بخل كريم كراميل احط نقطه خل مع البيض وانا بضربه في الخلاط عشان الريحه ما تبقاش في ريحه زفاره. اي زفاره اي ريحه اي حاجه عشان ما يبقاش في ريحه زفاره. طيب احط ده على ده دلوقتي ولا اعمل ايه؟ احط شويه طحينه هنا. ايوه. وحته ثوم كده. كفايه ولا زود؟ حطي نص معلقه كمان. اوكي. حته ثوم. حبه ملح وكمون. ننزل حته ثوم ورشه ملح. على فكره الفراخ برضو هتبقى نفس الطريقه لو انا بعمل لو حبينا بس ممكن كمان ازود دبس رمان يديني مزازه سنه مع الحاجه اللي انا بحطها. خلاص يبقى كده احنا عندنا دبس الرمان ممكن نزوده وممكن بالظبط. وكمان عندنا بدل شاورما لحمه ممكن نعملها شاورما فراخ. تمام. تتعمل باللحمه المفرومه؟ لا لا مش حساها. لحمة المفرومة بقى مرة تانية نعمل فتة الزبادي باللحمة المفرومة. انا بعملها بالبتنجان. انا بعملها بالبتنجان والحمص ممكن. بعملها بتنجان وحمص اللحمة المفرومة بالصلصة كده بتبقى حلوة قوي. احنا مرة برضو عايزين نعملهم جلاش بطريقة
البيتزا يعني جلاش طريقه دي حلقه ثانيه دي ها دي حلقه ثانيه يعني انا هستغل الرشوشه يعني يلا تعالي بقى نحط هنا يلا عندك الفايروس اول حاجه اهو جاهز اول حاجه هنعملها الرز موجود انا عامله رز باك اب طبعا هنا اهو انا بس ايه قلنا نعمل الحاجه قدامهم الرز هنا عندنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وانا عامله لحمه تاني نحط نحط عامله برضو هنا لحمه يلا حطي بيحب الحاجه مشطشطه ممكن نحط قرنين كده حلوين صغيرين ما ببلش العيش ما بعملش اي حاجه العيش هو كده بتحميرته بس اوكي في ناس يا اما بتجيب العيش الشامي تقطعه مربعات وتحطه في الفرن بمعلقه سمنه او زيت اوكي وتدخله الفرن او احمره على النار من فوق ده بيبقى اتقل سنه اوكي نحط بقى ده ووزعه صح كده نشوف لنا الرز بقى